أنا بالنسبة إلي حقيقة انتظار التصويت أكثر توتراً وأصعب من انتظار إخلاء سبيلي من السجن. رح تكون هي المؤسسة عملياً أول مؤسسة بتقوم حصراً على اختصاص البحث عن المفقودين والبحث عن المخفيين قصراً. نحن الآن عند اللحظة التي ستشهد ترجمة جهود روابط الضحايا وأسرهم. هذه المؤسسة ستكون القناة الأساسية التي سيحصل عليها أهالي المختطفين والمفقودين في سوريا على إجابات عن مصائر أحبتهم وعن أماكن وجودهم. مهم جدا ندير التوقعات انه هي المؤسسة ما راح تبلش شغل اليوم، هي بحاجة وقت طويل لتبني استراتيجياتها وتجمع المعلومات المتوفرة اليوم حتى قبل ان تبدأ في عمليات البحث على الارض وفي الميدان. يمكنها ان تضع معايير توثيق موحدة، يمكنها ان توحد التوثيقات الموجودة حاليا لدى أطراف كثيرة منظمات سورية ودولية. التصويت رح يبعث رسالة كتير واضحة انه بغض النظر عن السياسة ومداخلها ومخارجها، بغض النظر عن رغبة بعض الدول من المنطقة بإعادة النظام للحظيرة الدولية، موضوع حقوق الأهالي هو موضوع غير قابل للنقاش. ملف المفقودين في سوريا لن يكون عرضة للاندثار بسبب ربما تعقيدات التسوية السياسية. هذا حق أساسي ولا يمكن حقيقة تفكير بأي مستقبل لسوريا بدون توفير الأجوبة لأهالي المخفيين قصرا عن مصير أبنائهم.